ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى لتنالوا الصلاح والخير في الدنيا والنجاح والفلاح في العقبى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة الإسلام، بعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا برسالة كافة إلى جميع الخلق ظلمات الكفر والضلال إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم والرشاد، ومن عبادة النفوس والشيطان إلى عبادة الملك الديان، ومن نزوات الشبهية إلى سمو الأخلاق الإسلامية، ومن طغيان العقل والهوى إلى انضباط الشرع وحي السماء، ومن التعلق بالدار الفانية إلى التعلق بالدار الباقية بالنعيم بالدرجات العلا. أيها المسلمون، إن الله شرع دين الإسلام ليكون منهج حياة للبشرية يسيرون طبق أحكامه وتعليماته. فما شأن من شؤون الدنيا إلا وللإسلام فيه حكم وبيان، ليحقق العباد الغاية التي لأجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولتستبغ حياتهم كلها عقيدة وعبادة وسلوكا وأحوالا شخصية ومعاملة وأخلاق وسخلاق وسياسة وتعليم إلى غير ذلك بشبهة الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد رسم الإسلام هذا المنهج بأعظم بيان وأجلى عبارة، فأقام أدلته ووضح معالمه وأرسى قواعده بلا إشك بلا لبس ولا غموض. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ما فرطنا بالكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بين لهم أصول عقائدهم في الإيمان بالله وإخلاص التوحيد له وصرف كل العبادة له جل وعلا، وأن هذه العبادة لا يستحقها سواه جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبين لهم حقيقة توحيد أسماء الله وصفاته بأن تثبت لله الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بين لهم الإيمان بملائكة المقربين المبرئين من كل نقص يعرض البشرية، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
وبين لهم الإيمان بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه، وهو من التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحب موسى وصحب إبراهيم وموسى، إلا أن القرآن الكريم أفضلها وأجمعها، مهيمناً عليها كلها، يحق الحق ويبطل الباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. والإيمان برسل الله الذين اصطفهم الله لهداية البشرية، نؤمن بهم جميعاً ولا نفرق بينهم، وهم متفاوتون في الفضل، وأفضلهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به إيمان بجميع الرسل، والكفر به كفر بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. الآية والإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل ما يجري فهو بإرادة الله الكونية، موافق لما سطر في اللوح المحفوظ وما كان في الأزل. لا يخرج شيء من ذلك، لا من شؤون الكون ولا من أحداث البشر. وأن الله أعطى العبد إرادة واختيارا بلا إجبار، يختار فيها ما يشاء، فإن اختار الخير جوزي به، وإن اختار غير ذلك عوقب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويؤمن العبد بأنه لن يكون دائما في هذه الدنيا، بل سيرحل عنها إلى القبر، فإما نعيم وإما عذاب، وبعد ذلك البعث والنشور والكتب وميزان الأعمال. قال: وعند ذلك ينال المؤمنون فضل الله بالدرجات النعيم، وينال غيرهم من الكفار العذاب الأليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. بين الله العباد طريق ما يقربهم إليه ويقوي صلتهم به، فشرع لهم من أنواع العبادة متعددة، من الصلاة والزكاة والصوم والحج والأذكار وغير ذلك، ليكون العبد دائم الصلة بربه، ليحقق سمو الروحية وحياة كريمة وتزكية للنفس وسعادة في الآخرة. أيها المسلمون، أوضح الإسلام للأمة قواعد التي تقوم عليه الأسرة، وأن الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع، وبين لهم اقتراب الزوجين بالزواج المشروع، وما لكل من الزوجين من واجب وما عليه من حق، ودعاهم إلى تربية الأولاد تربية إيمانية، لينشا جيل صالح في نفسه نافعا لأمته، أفراده لبنات صالحة لبناء مجتمع صالح. وبين حقوق الآباء من البر والإحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وحق الأبناء في التربية والتوجيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبين حق الرحم في الصلة والمودة، لتكون الأسرة أسرة قوية متماسكة بعيد التمزق والتشتت. أيها المسلمون، وأوضح الإسلام للمجتمع قواعد العلاقة الاجتماعية، وأنه أقامها على الإيمان والأخوة الإيمانية. إنما المؤمن إخوة، ودعا المؤمنين للتناصر والتآلف بينهم، مثل المؤمن بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسرر.
وحثهم على أن يحذر كل منهم كرامة أخيه ويبعد عن إهانته والسعي في مساعدته. يا المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، من كان بحاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بين لهم أصول التعامل التجاري والمالي، فحبين العقود المباحة والمحرمة، أباح البيع وحرم الربا، وأمر بالوفاء بالعقود وأداء الأمانة والنصح والصدق في البيع والشراء والبعد عن التدليس والغش والخداع والجهالة والغرر. بين لهم تعالى الحلال والحرام من المطعوم ومشروب، فأباح الطيبات مما يؤكل ويشرب ويشرب إذا لم يكن سرف ولا تبذير. حرم عليهم الميتة ولحم الخنزير والمسكرات والمخدرات وكل ما يهدد صحة الإنسان أرشدهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات فازوا بالصدق والإخلاص والبر والإحسان والعدل والصفح والحلم والكرم والجود. وحرم عليهم الخصال الذميمة من غيبة ونميمة وقذف وسخرية واستهزاء وسوء ظن بالمسلمين. حرم عليهم الفواحش صغيرها وكبيرها وكل ما يؤدي إليها، فحرم الزنا وما يقرب إليه من خلوة بلا محرم أجنبية أو سفر بلا محرم أو علاقة جنسية تخالف الشرع، كما حرم عليهم السرقة والقتل والعدوان والظلم على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شرع لهم عقوبات شرعية لمن سلك طريق الإجرام وانتهك الحدود والمحرمات ليكون رادعا ليكون عقوبة لمن وقع فيها وعبرة لمن لم يقع فيها. فشرع القصاص في القتل العدوان ولكم في القصاص حياة. شرع حد الزنا لغير المحصن وحد القذف وحد شرب الخمر وحد البغاة والمفسدين وقطاع الطرق وأرشد العدل والإنصاف باستيفاء الحقوق وأداء كل حقه. فنهى عن الحيف في القضاء وأيما القاضي مع أحد الخصمين لقرابة أهواء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين لهم أن الولاية بين المسلمين قائمة على العقيدة الإسلامية لا على الوطنية والقبيلة والجنس. بين لهم حقوق الحاكم على رعيته من وجوب طاعة والأمر بما أمر واجتناب عنه ما لم يأمر بمعصية أو ينهى عن خير. وحثهم على عدم منازعة الحاكم وأرشدهم إلى الوقوف معه في كل الشدائد والتعاون معه فيما يحفظ قدرات الأمة ومكاسبها. وحث الحاكم على العدل في رعيته وتحقيق الحياة الكريمة لهم والرفق والشفقة والعدل بينهم وعدم ظلمهم وعدم المحاباة بينهم. حث المجتمع المسلم على التعاون والتآلف وحذرهم من النزاع وأمرهم باجتماع الكلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أمرهم بتحكيم الشرع في كل شؤون حياتهم الفردية والجماعية لتكون حياة الأمة محكومة بما شرع الله من أحكام وما وضع من قواعد وضوابط وما أجرى عن معالم وحدود وما أرشد إلى أخلاق وفضائل. أرشد إلى النهوض بالأمة علمية واقتصادية وزراعية وصناعية، وأرشد إلى الأخذ بكل سبب في التقدم والرقي ما لم يخالف ما دل الإسلام عليه. هذا شرع الله
منهج متكامل للحياة جاء لإسعاد البشرية والتوازن بين الروح والمادة، وللربط بين العقل والوحي، وبين العلم والدين، وبين العقيدة والشريعة، وبين العبادة والاقتصاد والأخلاق، وبين الدنيا والآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيها المسلمون، إن هذا المجتمع الذي أقامه الإسلام على منهج رباني له خصائص تميزه عن كل مجتمع لا يدين بدين الإسلام. فمن خصائص هذا المجتمع شيوع الأمن والطمأنينة فيه، وذلك بوجود رادع إيماني في قلب المسلم يمنعه من الجريمة، لأن دين الإسلام يرشد أتباعه إلى احترام الدماء واحترام الأموال واحترام الأعراض، يبتعد عنها دين يدين الله به. أما القوانين البشرية فإنها وإن قويت فما تتبلت منها انقض على كل جريمة من غير خجل ولا حياء، من غير خجل ولا حياء. ومن خصائص هذه الشريعة أيضا حفظ الحقوق العامة لكل الخلق، حفظ حقوق الآباء في البر والإحسان، وحقوق الأبناء في التوجيه والإرشاد، وحقوق الأقارب، وحقوق الأخي في الصلة والمودة، وحق الكريم في الكبير، وحق الكبير في الإكرام والإحترام، وحق الصغير واليتيم في الشفقة والحنان، وحق المرأة في الإكرام، وحق الجار بالمعاملة الطيبة، وحق غير المسلمين أيضاً من معاهدين ومستأمنين. ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. مجتمع شعائر الإسلام به ظاهرة، أذان وصلاة وصوم وزكاة وحج وأخلاق إسلامية يطبقها المسلم في حياته كلها، فليس هناك عقائد مخفية ولا فرائض وأحكام مستترة، ولكن هذا بخلاف أئمة الضلال الذي تستروا على عقائدهم وأخفوا مبادئهم وأظهروا خلاف ما يعتقدون. من خصائص هذه الشريعة أنها مجتمع أخلاقي ينبذ الرذيلة ويدعو إلى الحجاب والستر والعفاف. من خصائص هذا المجتمع المسلم أنه مجتمع متعاون، أفرادهم متعبر والتقوى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من خصائصه الرب بين جميع أفراده برابطة الإيمان، آخى الإسلام بين المسلمين على اختلاف الألوان والأجناس والقبائل، ولكنه آخى بينهم بهذا الدين، إنما المؤمنون إخوة. من خصائصه أن الكرامة فيه إنما هي للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا لجاه ومال ومنصب، ولكن التقوى يكرم ويسعد بها الإنسان. من خصائصه الالتحاق بين الراعي والرعية، فالراعي يتحز مشاكل رعيته ويسعى في حل مشاكلهم وتوميد جراحهم ومساعدة محتاجهم، والرعية يقام ذلك بمحبة راعيهم والدعاء له والوقوف معه في كل الأحوال. هكذا يريد الإسلام من المجتمع المسلم. من خصائص هذا المجتمع المسلم أنه مجتمع تتكامل جميع مؤسساته كاملة، شرعية، تعليمية، ثقافية، اقتصادية، قضائية، أمنية، الكل في خدمة الدين والحفاظ على هويته ومنعه من التميع والتغريب. أيها المسلمون، من خصائص هذا الدين أنه مجتمع رباني، فالإسلام ينظم شؤونه العامة، سياسة اقتصادية، فحياة المجتمع مرتبطة بهذا الدين، لا بأهواء الناس وآرائهم وما يهوون وما يحبون. من خصائص هذا الدين أن المصالح، أن القيم والأخلاق المعنوية مقدمة على المصالح المادية، فالمصالح المادية مهما تنوعت أجزاؤها لا بد من قبولها ألا تخالف قواعد الشرع وقيمه وأخلاقه. من خصائص هذه الشريعة أنه مجتمع
مدني ومدني في آن واحد، فما بالإسلام تفريق بين الجنسين. فالمؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله، تراه في متجره، تراه في مركزه البحثي، سياق اقتصاديا، زراعيا، طبيا، صناعيا، تراه دائما في كل شؤون الحياة. فدينه يدعوه إلى ذلك، أن يكون مؤمنا صالحا نافعا لمجتمعه، قائما بما أدى، بما قائما بما طلب منه. هكذا المسلم، ومن هكذا المسلم، هكذا المسلم أيها الإخوة، فإنه مجتمع مدني وديني في آن واحد. أيها المسلمون، هذه الخصائص والمميزات لهذا المجتمع إنما تؤثر إذا تكاملت جميعا بجميع أجزائها، وإنما تكامل إذا أدى كل فرد منا واجبه الديني ومسؤوليته الاجتماعية وأمانته الوظيفية. فالأب يؤدي واجبه نحو أبنائه تربية وتوجيها، والمعلم يعلم أبناء تلاميذه ويغرس بهم حب الخير ويعلم النافعة والطريقة المستقيمة والطريقة المستقيمة. المفتون ودعاة الخير يفتون الناس في أمور دينهم ويحلون قضاياهم ويجيبون عن مشاكلهم ونوازلهم بما يوافق الكتاب والسنة وقواعد الشرع العامة. الوعاظ والدعاة إلى الله يدعون البر والتقوى ويحذر من السوء ويربطون الأمة بقيادتهم علماء وقادة. الآمر بالمعروف والنهون عن المنكر ورجال الحسبة يقوم بواجبهم بإصلاح بتوجيه المجتمع وإصلاح الأخطاء والأخذ بيد المخطئ وتوجيهه بحكمة وموعظة حسنة وطريقة سليمة، إقناعا له ليبتعد عن الشر عن قناعة وعلم بأن هذا ضرر وأذى الإعلاميون يقومون بواجبهم خدمة لدينهم وقضايا أمتهم، وينشرون ما فيه الخير لخلق في دينهم ودنياهم، ومع الالتزام الصدق والدقة في الأحداث والأخبار. رجال الأموال ينفقون من أموالهم ما به صلاح الأمة، ويوظفون أموالهم بما يسعد الأمة في حاضرها ومستقبلها. رجال الاقتصاد مهمتهم النهوض الأمة اقتصاديا وإبعادهم عن الربا، والنهوض بها علميا وصناعيا وزراعيا وطبيا. رجال السياسة يدينون المجتمع المسلم ليكون أقرب إلى الصواب والحق، ليكون أقرب الصواب والحق، وبالعلاقة الخارجية يقيمون علاقة ودية وتعاون فيما يصلح الأمة ويدفع عنها البلاء والشر والبلاء. رجال الأمن يقومون بواجبهم بحفظ الأمن والأخذ على يد المجرمين والمفسدين والعابدين بأمن الأمة وحماية الثغور. رجال القضاء يقيمون قضاء العدل والإنصاف في إصل الحق والحقوق إلى أهلها، المنفذون لأمور الدولة ما يضع من لوائح وقرارات تكون مناسبة توافق شرع الله ويختلف مع شيء من تعاليم الإسلام. الموظفون بالأمة الحكومية يعدون وظيفي عن صدق وأمانة مع البعد عن المنة والرشوة. الرجال الدبلوماسي المسلم يقوم تمثيل حقيقي لدينهم لبلاده، ويحمل رسالة صادقة عن أمته ودينه، ويتحلى بالأخلاق الفاضلة ويدافع عن قضايا دينه. أمة الإسلام، يمر عالم إسلامي اليوم بمراحل من أخطر ما يمر به في حياته، بأخطر ما يمر حياته، ويواجه ظروفا وتحديات صعبة، ويعاني من انقسام وتفكك بين أبنائه ونزاع بينهم وتدخل سابر وهجوم شرس من أعدائه وتدخل سابر في شؤونه. ويحزن المسلم ما يشاهده من هذه الفوضويات والبلاء التي أدت إلى انعدام الأمن واختلال النظام وتعثر الحياة اليومية ومصالح الأمة، وما حصل من تدمير الأموال ونهب للممتلكات وسفك الدماء البرية، حتى فارق البعض المسلم ديارهم فرارا من تلك الفتن والمصائب. إنما يغض مضاجع العبد المسلم الذي يحمل عقيدة على عقيدته
وشفقة على أمته ورحمة بهذه الدماء تسفك بغير حق، ولنا في هذه الأحداث الأليمة المحزنة وقفات لنتوجه بها إلى المعالم للخروج من هذه الأزمات والتحديات العظيمة. فأولا لا يخفى على المسلم أن سر قوة الأمة المسلمة وصمام أمانها تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فكلما أتمت الأمة بدين ربها كانت قوية عزيزة ثابتة مجتمعة تهيبها أعداؤها ويحسبون لها حسابها. وكلما دخل الأمة عن دينها وانغم الشهوات والأهواء كلما ضعف شأنها وانقسم أبناؤها وتكالب الأعداء عليها وهانت في عيون أعدائها وهانت في عيون أعدائها. الإسلام يرفض التخريب والإرهاب والإخلال بالأمن ويرفض سفك الدماء وانتهاك ونهب الأموال وانتهاك الأعراض. الإسلام هو الحق الحالي القادر على تلبية حاجات الأمة وتحقيق مطالب أبنائها بوجود مجتمع تسوده العدالة وتتكافؤ في فرص الحياة الكريمة وتحقيق المواطنة العادلة وحفظ الحق وحفظ تكافؤ العدالة المواطنة وتحقيق وحفظ الحقوق. الإسلام هو الخيار وحده، فأي شعار جاهلي أو دعوة إلى غير الإسلام فدعوة مردودة. على المسلمين جميعاً يتقوا الله بأنفسهم ويسعوا في حل مشاكلهم من غير دخل من أعدائهم والحذر من ميل الطائفية أو النلمة الإسلامية. على العلماء الأمة أن يقوموا بواجبهم معمول من حرص على حماية المجتمع المسلم وتقديم قرآن وبرامج واقعية لحل مشاكل الأمة وتجنيبها الفتن والمصائب. أيها المسلمون، على قادة الشعوب الإسلامية على إقامة العدل ومحاربة الفساد وجعل أولياء وجعل مصالح الشعوب في أولياتهم ومهماتهم، وعلى الرعية يلتفوا حول قادتهم ويسعوا في حل المشاكل بالطرق السلمية بعيدة عن هذه الفوضى وسفك الدماء وتدمير البلاد. أيها المسلم، إنما إذا تأملنا واقع هذا البلد حينما نرى اهتمام قلب الشعب وإنفاق الغالي والنفيس في سبيل راحة الأمة وسلامتها وتجنيبها الفتن، ثم ما نشاهد أيضاً من التحام الرعية مع رعيتهم والعلاقة القوية بين الراعي والرعية وما أثمر ذلك من أمن واستقرار وثبات، لنعلم أن هذا أنموذج حق يجب أن تقتدي به الدول التي تعاني من هذه الظروف الحرجة، لتعلم أن الإسلام هو الذي يصلح لحل هذه المشاكل لما فيه من التوازن بين أطراف كلها. أمة الإسلام، إن مما يصيب سلب القلق الشديد هذا الغزو الإعلامي والثقافي المنظم الذي يهدف إلى يرمي إلى إضعاف العقيدة والإيمان في قلوب الناشئة. هذا الغزو الذي يحدث هذا يرجع من هذا الغزو الإعلامي الثقافي المنظم الذي يرمي إلى إضعاف العقيدة والإيمان في قلوب الناشئة وتميع أخلاقهم وإضعاف شخصياتهم. لقد ترك هذا الغزو أثره السيء على النشئ الشباب والناشئة، فأصبحت الشخصية غير الإسلامية مجال الاحترام والتقليل عند بعضهم. قلدوهم ليس بالظاهر فقط، ولكن بهم تميع الأخذ بالسلوك وتميع الأخلاق ونبذ الحياة ونشر الرذيلة. أيها المسلم، إن هذا الغزو المنظم يحتاج إلى أن يقابل بإعلام جيد يكافح هذا الغزو المنظم بقنوات إسلامية يقوم عليها طاقم إعلامي جمع بين الشرع وفقه بالواقع والصناعة الإعلامية لتوصل كلمة الحق إلى الجميع. أيها المسلمون، إننا في عهد العولمة الذي يفرض القوي ثقافته على الضعيف ويسعى في طمس هويته، فالواجب على المسلمين المحافظة على هويتهم مسلمة والثبات على مبادئهم ومسلماتهم
عقيدة وشريعة وأخلاقا مما دل الكتاب والسنة عليه، مما دل الكتاب والسنة عليه، سواء يتعلق بالتوحيد بالعقيدة أو بالعبادة أو بتحكيم الشريعة أو بالحلال والحرام أو بنظام الميسرة وشأن المرأة أو بالأخلاق والقيم. يجب أن نحافظ على هذه محافظة عظيمة وألا نتنازع شيء منها تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي وخير مطلب لهذا إيجاد ميثاق بين أمة المسلمين يتفقون فيه على تلك المبادئ لتكون أرضية مناسبة، أرضية مناسبة للتعامل مع الأمم والمنظمات والمواثيق الدولية في التعاون على من مشترك نافع مع التحفظ على قيم الأخلاق الإسلامية وعلى ثوابت الإسلام وقيمه. أيها المسلم، إن الفهم الصحيح للإسلام في صورته الناصعة وشموليته هي السلفية حقا التي كان عليها أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان وسار عليها أتباعهم من الأئمة الأربعة فمن بعدهم. هذه السلفية لها في الإسلام معالم، فمن معالمها أنها الميثاق القويم والصراط المستقيم الذي أمرنا به، وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه. ومن معالمه أيضا أن الكتاب والسنة مصدر التشريع والعلم والمعرفة، وأن السلفية لا تريد وإنسانية ترفض التيل من نيل من قدسية الكتاب والسنة وتأويلهما وتحريفهما لأن يوافق العقل البشري. ومن معالم السلفية الصالحة أنها لا ترى عصمة لأحد البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الزهد والتقى والورع، فالعصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن معالم السلفية أيضا أنها ترى أن التوحيد هو أهم الأمور، فالبداءة به والدعوة إليه من أعظم الواجبات، لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أنزل الكتب، ولأجله أرسل الرسل. فليس عند السلفية خزعبلات وخرافات وتعلق بالضرائح والشياطين والسحرة. من معالم السلفية الصالحة اعتماد فهم الصحابة للنصوص لرسوخ علمهم وأخذهم ذلك من رسول الله مع سلامة معتقدهم واستقامتها ولغتهم. مما أيها المسلمون، من معالم السلفية أيضا الفهم الشمول الإسلام وأنه منظومة كاملة عقيدة وعبادة وتشريعا وقيما وأخلاقا وتنظيم سياسية واقتصادية وأخلاقية واجتماعية. فالسلفية حركة متجددة تواكب عصر مجدداته، فمن زعم أن السلفية جامعة لا تملك رؤية للحل الحياة ولا منهج لإصلاح المجتمع ولا تملك برنامج لإصلاح الناس ولا منهج لإقامة الدولة المجتمع فقد أخطأ في هذا التصور. وخير دليل على ذلك الملك عبد العزيز غفر الله له لما قامت الدولة الإسلامية الجديدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم امتدادا للدعوة السلفية الصالحة التي قام بها الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله. أقام هذه الدولة وأرسى قواعدها على أسس الكتاب والسنة وعلى مبادئ ناصعة وعلى منهج سلفي صالح أثمرت الأمن والاستقرار والطمأنينة، الأمن والطمأنينة مع الأخذ بمسجد عصر وتطوراته في كل المجالات حتى أصبحت الدولة دولة يشار لها بالبنان مع تقدمها وما أحنات من رقي مع التحفظ والتمسك بهذه العقيدة السلفية الصالحة. أيها المسلمون، إن هناك دعوات تجري في بعض الإسلامية تنادي بالحرية بالعدالة بالمساواة بدعوة تحت مظلة الديمقراطية. نقول لهؤلاء إن الإسلام سبق تلك المبادئ كلها من أكثر من 14 قرن من الزمن وطبقها في أرض الواقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولكن مفهومها في الإسلام غير مفهومها في النظم البشرية. فالحرية في الإسلام تحرير العبد من عباد بشر ومن عباد الشهر والقبور ومن أسر الهوى والشهوات
إلى أن يكون عبدا صالحا. فالإسلام لا يقر دين غير دين الإسلام ولا يساوي بين الحق والباطل والصلاح والفساد والخير والشر، يحرم السور والتبرج والعري والإباحية. الإسلام يدعو العدالة، والعدالة والإسلام جاء بها القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل بالإسلام واسع، عدل مع ربه وتعامله مع نفسه وتعامله مع مجتمعه. والعدل بالإسلام لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله وتطبيق حدوده في القليل والكثير. أيها المسلمون، لا بد للمسلم أن يتأمل حقيقة دينه وأن يعلم أن هذا الدين دين كامل. وكذلك المساواة، ساوى الإسلام بين البشر كلهم من غير تفريق، ساوى الإسلام بين البشر كلهم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال إنكم على آدم، وقال صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم وآدم من تراب. ساوى بين البشر، ساوى بين الذكر والأنثى في الكرامة الإنسانية والحياة الكريمة والحياة والحدود والتكاليف الشرعية والعقوبات الأخروية. إلا أنه يرى أن لكل من الرجل والمرأة خصوصية في بعض الأحكام، مناعاة للضعف الخلقي والاجتماعي والنفسي، وأخذ أقل حقها وأنزلها المدرك بها وحماها من ظلم الجاهلية. هذا دينكم فاستعزوا به وثقوا به وتمسكوا به، واعلموا أنه جمع لكم خير الدنيا والآخرة، وأنكم بغنى به عما سوى من أنظمة البشر. أيها المسلمون، يا من جمعكم الله بقوة الإسلام ورابطة الإيمان، اتقوا الله بأنفسكم واحذروا مكائد أعدائكم المندسين بينكم الذين يريدون فرقتكم ويشعل فتيل العداوة بينكم وبين قادتكم. فاتقوا الله بأنفسكم واحترموا الدماء والأموال والأعراض، اجعلوا المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار وتناسوا لأجلها أي خلاف فكري ورأي لأجل وحدة الإسلام. اسعوا في حل مشاكلكم بالحكم العقل والحكمة، لا بسفك الدماء وتدمير الممتلكات، لا بسفك الدماء وتدمير الممتلكات. أيها القادة، اتقوا الله في شعوبكم وعالجوا قضاياهم الاجتماعية من الفقر والجهل والبطالة والحرمان، وإياكم إرعابهم، إياكم أن ترعبوهم أو توجهوا الأسلحة التي اتخذتموها لعدوكم في وجوههم، إياكم أن تسلكوا في ربيبهم طريق التقتيل والحرمان والتجويع لأجل إسكات كلمتهم. هذا أمر باطل لا يقره مسلم، أمر باطل لا يرضاه الله جل وعلا. يا ملاك القنوات الفضائية، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن مسؤوليتكم نحو دينكم ونحو مجتمعكم مسؤولية جسيمة، فاحرصوا على أن تكون قنواتكم جامعة لكلمة أمة محذرة لها من الاختلاف. احذروا أن تستخدموها لتشتيت الأمة والدعوة إلى الفوضى وسفك الدماء وتدمير الممتلكات. يا أيها يا صانع القرار في العالم الأموي ويا صانع القرار في المجالس الدولية والمناصب الأممية، اعلموا أو لا يخفى عليكم أن من خواص المسلمين تمسكهم بدينهم وثباتهم عليه واعتزازهم به، فكونوا على حذر عند صنع أي سنة أي قانون يخالف شرع الله، ألا يكون مزل أمة وألا يمارس عليها ظهور لأجل قبول هذه الآراء التي تخالف دينها وعقيدتها. ففي هذا أمور فوائد: أولاً، احترام الشعوب الإسلامية في الثبات على دينها ليتحقق سلم الأمان العالمي. ثانياً، اكتساب هذه الدول ثقة المسلمين والنظر إليه إيجابياً والتعامل معها فيما يزعج الأمة مع التحفظ على ما يخالف شرع الله. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على نعمته
أن أوصلكم إلى هذه البلاد المقدسة، وأن أوصلكم إلى هذه البلاد المقدسة، فأتيتموها وجدتموها أمنا وأمانا. فاحمدوا الله على هذه النعمة، احرصوا بارك الله فيكم على أن تؤدوا هذه الشعيرة بصدق وإخلاص، متبعين كتاب ربكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. انظروا بعين البصيرة ما وفق الله هذه البلاد من هذا الأمن وهذا الاستقرار والارتباط بين الراعي والرعية. ثم انظروا ما قدم الحجة من تسهيلات من توسعات بالحرمين والمشاعر والخدمات المتنوعة المقدمة لهم، كل هذا بفضل الله ثم باهتمام قاضي هذا البلد، وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. إن هناك منتسم الأمم بين الأمة يريدون إفسادها، يريدون إفساد الحج والشغب والبلاء، فكونوا يداً ساهرة وعيناً ساهرة، كونوا عيناً ساهرة ويداً واحدة، وكونوا عيناً ساهرة ويداً واحدة، وسداً منيع أمام المفسدين. أيها المسلمون، إن الحج في الإسلام لم يأتي للمهاترات والمساومات والشعارات الجاهلية والأغراض الشخصية ولا لأغراض سياسية ومبادئ مغيضة، إنما جاء لعبادة الله لتتجلى وعلا والتقرب إليه وجمع الكلمة وتأليف الصف ووحدة الأمة المسلمة. فاحذروا مكائد الأعداء. لم يأتي الحج لأجمنا أن يكون منبراً سياسياً منبراً للمهاترات، فكل هذا مما يبأ الإسلام. فاتقوا الله بأنفسكم عباد الله، اشكروا الله على هذه النعمة، وادعوا لولاة هذا البلد بالتوفيق والسداد. كم بذلوا من إحسان وبذلوا من جهود وأمنوا السبل وبذلوا كل الخدمات في سبيل راحة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام. أنتم في يوم من أفضل الأيام، يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي بالإسلام لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يوم عرفة، خير أي خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قال النبيون ولم قبلي يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبي قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم ما رؤي الشيطان بأحقر ولا أبيض ولا أصغر ولا أدحر مما رؤي فيه يوم عرفة. هذا يوم ينزل الله فيه إلى سمائه الدنيا فيباهي بالأرض أهل السماء: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يوم عظيم، قفوا به بارك الله فيكم إلى أن تغرب الشمس، وكل عرف موقف وتحروا حدودها وأعلامها، وكونوا في هذا اليوم مخلصين لله، متضرعين بين يديه، راجين من رحمته، خائفين من عقابه. تقربوا إلى الله بذكره ودعائه والتضرع بين يديه، فإنه قريب مجيب. قفوا بعرفة إلى غروب الشمس، ثم وصلوا بها في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سلوا إن شاء الله. انصرفوا منها بعد غروب الشمس ولا تنصرفوا قبله، أتوا مزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا متى ما وصلتم إليها، وبيتوا بها ولكم الانصراف من نصف الليل، والأفضل القادر أن يبقى حتى يصلي بها الفجر ثم ينصرف منها. انصرفوا من منزل إلى أعلامنا وارموا جمة العقبة، ثم أحلقوا أو قصروا، وقد حل لكم كل شيء ما عدا النساء، وإن طفتم بالبيت وسوي الصفا والمروة فقد حل كل شيء، حرم عليكم حتى النساء. ثم ارموا الجمار بالأيام الثلاثة بعد الزوال في يوم الاثنين والثلاثة، ويوم من تعجل، ويوم الأربعاء لمن تأخر، ثم ودعوا البيت وارجعوا بسلام وأمان. عباد الله، إن الموت نهاية كل حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم القيامة، فبموت الإنسان تنقطع أعماله ويحصل الجزاء والحساب. تذكر أخي المسلم ساعة الاحتضار
ومفارقة هذه الدنيا، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تذكر أخي القبر وظلمته، تذكر أخي الموقف بين ذلك القبر وظلمته، وأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تذكر أخي الوقوف بين يدي الله في ذلك الموقف العظيم والهول الشديد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم نقف بين يدي الله حافية قد عاريت أبداننا، حافية أقدامنا، شاخص أبصارنا. تذكر ذلك اليوم العظيم الذي تدل الشمس فيه على قدمين من رؤوس العباد، ويزاد في حرها وتصهرهم الشمس، فيكون العرق على قدر أعمالهم، من ولا عقبين ومن ولا حقوين، ومنهم من يلجم العرق الجامع. تذكروا يوم العرض على الله، يوم ينتظرون على الله لا تخفى منكم خافية. تذكر أخي يوم الجزاء والحساب، تذكر يوم تعطى كتابك إما بيمينك أو بشمالك، تذكر ميزان الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تذكر أخي، تذكر أخي يوم يذمني بدخول الجنة، وتذكر يوم ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تحيوا فلا تموتوا. تذكر يا ينادي المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يجيزكمه، قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظر إلى وجه الله، فما أعطوا نعيم بعد هذا النعيم. تذكروا يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، توبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم. توبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، حافظوا على فرائض الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق الكريمة، وابتعدوا عما حرم الله عليكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلاد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اصلح قاتل المسلمين، اللهم اصلح قاتل المسلمين، واجمع بينهم ورعيتهم على خير حال، وجنبهم فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم كن له عنا ونصيرا، اللهم مده بالصحة والسلامة والعافية، اللهم وفقه لرضاك، وانصره وجعله مبارك على نفسه وعلى مجتمعه وعلى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم أمير، اللهم ارحم الأمير الصالح عبد العزيز، واغفر له وارحمه، وجازي عن إسلامه خيرا. اللهم وفق ولي عهدنا نائم عبد العزيز لما تحبه وترضاه، اللهم كن له عنا ونصيرا في كل ما همه، ووفقه للصواب إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق جميع المسلمين لطاعتك، اللهم اجزم عنا خيرا، والشرك مرصود للرئيس المركزية خالد الفيصل، وفقه الله وأعانه بالصحة والعافية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.